الباب الأول في مقدمات الصيام وفيه مسائل. المسألة الأولى: تعريف الصيام وبيان أركانه. الصيام في اللغة: الإمساك عن الشيء. وقلنا أن لكل فن اصطلاحاته المخصوصة. كان لنقول مثلا: عرف الصيام شرعا. هذا الاصطلاح له تعريف مخصوص عند الفقهاء، وله تعريف مخصوص عند النحويين. واضح؟ نعم. وفي الشرع: الإمساك عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مع النية من طلوع الفجر أو من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس. أركانه: ركنين أساسيين، الإمساك عن المفطرات من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. ودليل هذا الركن قوله تعالى: فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. والخيط الأبيض الأسود هو بياض النهار وسواد الإيه؟ الليل. الثاني: النية، بأن يكون مقصود الصائم بهذا الإمساك عبادة الله تبارك وتعالى، فبالنية تتميز الأعمال المقصودة للعبادة من غيرها. إنسان يريد أن يرتب لنفسه حمية فيمتنع عن الطعام والشراب من طلوع الفجر إلى غروب الشمس، اشترك مع الصائم في الامتناع عن الأكل والشرب وسائر المفطرات مثلا. لكن هل هو صائم شرعا؟ ليس صائم، ليس بصائم. ودليل هذا الركن قول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات. حكم صيام رمضان: فرض، وهو أحد أركان الإسلام الخمسة. والدليل قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقوله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. ولما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، وفيه وصوم رمضان. ولما رواه طلحة بن عبيد الله أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثائر الرأس فقال: يا رسول الله، أخبرني ماذا فرض الله علي من صيام؟ قال: شهر رمضان. قال: علي غيره؟ قال: لا، إلا أن تطوع شيئا. والأمة أجمعت على وجوب إيه؟ صيام شهر رمضان. قد يأتيك شيء في الاختبار في الامتحان: عرف الصلاة مع ذكر دليل الوجوب من الكتاب والسنة، عرف الصيام مع ذكر دليل الوجوب من الكتاب والسنة. واضح؟ ممكن تكتبوا الأسئلة دي ولا تكتبوش؟ أقسام الصيام: الصيام قسمان، واجب وتطوع. والواجب ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صوم رمضان، وصوم الكفارات، وصوم النذر. والكلام هنا ينحصر في صوم رمضان وفي صوم التطوع، وأما بقية الأقسام فتأتي في مواضع أخرى. فضل صيام شهر رمضان: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا وغفر له ما تقدم من ذنبه، ومن صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وعنه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. هذه فضائل.
والحكمة من مشروعية الصوم في شهر رمضان أن الله سبحانه شرع الصوم لحكم عديدة وفوائد كثيرة، منها تزكية النفس وتطهيرها وتنقيتها من الأخلاق الرديئة والأخلاق الرذيلة، لأن الصوم يضيق مجاري الشيطان في بدن الإنسان، كما في الحديث الصحيح أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم من العروق. في الصوم تزهيد في الدنيا وشهواتها وترغيب في الآخرة ونعيمها. نعم، الإنسان إذا امتنع عن الطعام والشراب وكأنه يتعلم الزهد التقلل، وهذا يرغب فيما عند الله سبحانه وتعالى. لذلك الإنسان إذا وجد من نفسه انفعال توضأ. لماذا؟ نعم، وإذا ورج في نفسه فرط من شهوة صام. يا معشر الشباب، من استطاع منكم ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فهذه من الحكم. والصوم يبعث على العطف على المساكين والشعور بآلامهم، لأن الصائم يذوق ألم الجوع والعطش. طبعا مع أن هذا الناس بتفضل تأكل وتشرب لغاية ما يطلع الفجر، وأشياء عجيبة تجد أن هذا الشهر بالرغم من أنه مفترض أن يكون شهر زهد وتقلل من يعني الطعام والشراب والزينة إلى غير ذلك، إلا أن الناس تدخر له من الأقوات والأطعمة والأشربة ما يكفيهم لنصف عام، ويصحوا من النوم الصبح هتفطرون إيه، وتنشغل المرأة بقى في كذا وانشغل. لا لا أبدا أبدا، هذا باب من أبواب الشيطان فتحه على الناس ليضيع عليهم معنى الشهر. المرأة لابد أن تتخفف وتتفرغ للعبادة، وكذلك الرجل، وكذلك الأولاد يشعروا أن هذا موسم، ليس موسم للطعام والشراب، وليس موسم للبرامج والتلفزيون والمسلسلات والفوازير، هذا موسم طاعة. ينبغي أن نحيي هذه الروح بين الناس في بيوتنا وبيوت يعني أقاربنا وذوينا، هذه المسألة مهمة، وهذا له دور كبير في تغيير نمط الحياة في المجتمعات. أنه خلاص أتى رمضان، قد يكون الإنسان مقصر طول عام، لكن على الأقل يحتاج أن يقف مع نفسه في رمضان. طب دورك أنت إيه؟ ما هو دورك؟ كنت أخا أو أختا، ما هو الدور؟ أن توعي الناس وأن تفهم الناس وأن تعرف الخلق بحقوق الخالق، لا سيما في هذا الشهر الكريم. فطبعا يحتاج إلى استعداد وأعداد. شروط وجوب صيام رمضان: الإسلام، فلا يجب ولا يصح الصيام من الكافر، لأن الصيام عبادة والعبادة لا تصح من الكافر، فإذا أسلم لا يلزم بقضاء ما فاته. البلوغ، فلا يجب الصيام على من لم يبلغ حد التكليف، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة فذكر منهم الصبي حتى يحتلم، ولكنه يصح صومه من غير البالغ لو صام إذا كان إيه؟ مميز. وينبغي لولي أمره أن يأمره بالصيام ليعتاده وليألفه. العقل، فلا يجب الصيام على المجنون والمعتوه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثة وذكر منهم المجنون حتى يفيق. الصحة، فمن كان مريض لا يستطيع الصوم، لا يطيق الصوم، لم يجب عليه. طب وإن صام صح صومه، لكن لا يجب، لأن الواجبات تسقط بالعذر والعجز وعدم الاستطاعة، لقول تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فإن زال المرض وجب عليه قضاء ما أفطره من أيام. الإقامة، نعم، هو عارف ان ممكن الصيام الحميه يتوفر، عاوز يصوم يهو يفعل ذلك، الاشكاليه الا يعني السؤال، لو انه كان يعلم ان فيها الهلكه في ان يصوم. نعم، هذه في خلاف بين اهل العلم، هل الاولى ان يصوم
ولا هل الأولى أن يتطبب؟ في خلاف. الإقامة فلا يجب الصوم على المسافر، قوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، لكن لو صام المسافر صح صيامه ويجب عليه قضاء ما أفطره في السفر. بالنسبة للمرأة الخلو من الحيض والنفاس، فالحيض والنفساء لا يجب عليهما الصوم بل يحرم عليهما، لقوله صلى الله عليه وسلم أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم، فذلك من نقصان دينها، ويجب القضاء عليهما، لقول عائشة كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة، لأن قضاء الصلاة فيه مشقة، لأن هذا دائم في كل شهر، قد يعني يأتيها الحيض في 15 يوم 10 أيام 7 أيام، فلو أراد أن تقضي الصلاة فيه مشقة، لكن شهر في السنة سهل. ثبوت دخول شهر رمضان، ثبوت دخول الشهر برؤية الهلال، أن يراه بنفسه أو بشهادة غيره على رؤيته أو إخباره بذلك، فإذا شهد مسلم عدل برؤية هلال رمضان ثبت بهذه الشهادة دخول الشهر، لقول تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصم، ولقوله صلى الله عليه وسلم إذا رأيتموه فصوموا، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم برؤية رمضان فصامه وأمر الناس بصيامه. فإن لم يرى الهلال أو لم يشهد مسلم عدل برؤيته وجب إكمال عدة شعبان 30 يوما، ولا يثبت دخول الشهر بغير هذين الأمرين، رؤية الهلال أو إتمام شعبان إيه؟ نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته فإن غبي عن عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما، وفي رواية غمي عليكم. وينقضي رمضان ويتثبت من ذلك برؤية هلال شهر شوال بشهادة مسلمين عدلين، فإن لم يشهد مسلمان عدلان برؤية الهلال وجب إكمال عدة رمضان كم؟ 30 يوما. يجب على الصائم أن ينوي الصيام، وهي ركن من أركانه كما مضى، اللي هو النية ركن من أركان الصوم، وينويها من الليل في الصيام الواجب كصوم رمضان والكفارة والقضاء والنذر، ولو قبل الفجر بدقيقة واحدة، لقوله صلى الله عليه وسلم من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، فمن نوى صوما في النهار ولم يطعم شيئا لم يجزئه إلا في صيام التطوع. الكلام ده أنه إذا أصبح ولم يأكل شيء وبحث عن طعام فلم يجد فقال يعني الحمد لله أتم اليوم وأنا صائم، هذا إنما يكون فقط في إيه؟ في صيام الإيه؟ التطوع دون الفريضة. نعم، ورمضان تكفيه نية واحدة في بداية الشهر، ويستحب تجديدها في كل يوم، لكن الشهر دخل يعني وصيام الشهر كله، وهذا يعني يكفي إن شاء الله. الأعذار المبيحة للفطر، يباح الفطر في رمضان لأحد الأعذار التالية: المرض والكبر، فيجوز للمريض الذي يرجى برؤه الفطر، فإذا برئ وجب عليه قضاء الأيام التي أفطرها، لقوله سبحانه فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم، والمرض الذي يرخص معه في الفطر هو المرض الذي يشق على مريض الصيام بسببه. أحيانا قد يكون المرض لا يشق معه الصيام سالمريض، لكن ليس هناك علاقة بين المرض وشدته وبين الصوم، هذا ليس عذر، ولكن العذر المرض الذي يشق معه الصوم، بأن يزداد المرض أو يكون شق على من؟ على المريض. أما المريض الذي لا يرجى برؤه أو العاجز عن الصيام عجزا مستمرا كالكبير فإنه يفطر ولا يجب عليه القضاء، وإنما تلزمه فدية بأن يطعم عن كل يوم أفطره مسكين، لأن الله تعالى جعل الإطعام معادلا للصيام،
حين كان التخيير بينهما في أول ما فرض الصيام، فتعين أن يكون بدلا عنه عند العذر. نعم. طيب، هذه الفدية أن يطعم عن كل يوم أفطره مسكين، ماذا يطعم؟ من أوسط ما تأكل أو تطعم أهلك. شوف الوسط إيه، لا أزيد شيء أعلى شيء في الإطعام ولا أقل شيء. والأصل في الإطعام الحبوب. يقول الإمام البخاري رحمه الله: وأما الشيخ الكبير إذا لم يطق الصيام فقد أطعم أنس بعدما كبر عاما أو عامين عن كل يوم مسكينا. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: في الشيخ الكبير والمرأة الكبيرة لا يستطيعان أن يصوم فليطعم مكان كل يوم مسكينا. نعم. ويكون نصف صاع من بر أو تمر أو أرز أو من غالب قوت البلد، ومقدار الصاع كيلوين وربع تقريبا. هذا وإن صام المريض صح صيامه وأجزاءه. السفر، يباح للمسافر أن يفطر في رمضان ويجب عليه القضاء، لقوله: فمن كان منكم مريضا أو على سفر. يباح للمريض أو المسافر، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم لمن سأله عن الصيام في السفر: إن شئت فصوم وإن شئت فأفطر. يبقى ليس له علاقة بالإيه؟ بالمشقة. إنسان مسافر في الطائرة أو مسافر في القطار، مسافة سفر من القاهرة إلى الإسكندرية، يقول لا أنا لا، سفر يباح له أن يفطر. يعني غير مرتبط. بعضهم يقول السفر الذي يشق عليه فيه الصيام، نقول لا، ليست علاقة. ممكن واحد ما عندوش أعذار يفطر وهو مسكين، إنسان ما ليس عنده عذر من مرض أو سفر حرام عليه أن يفعل ذلك، فإن فعل ذلك طبعا يصوم ويطعم. ويباح الفطر في السفر الطويل الذي يباح فيه أن يقصر الصلاة. والسفر المباح للفطر في رمضان هو السفر المباح، فإن كان سفر معصية أو سفرا يراد به التحايل على الفطر لم يباح له الفطر بهذا السفر. وإن صام المسافر صح صومه وأجزاءه. لحديث أنس: كنا نسافر مع النبي صلى الله عليه وسلم فلم يعب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم، ولكن بشرط ألا يشق عليه الصوم في السفر، فإن شق عليه أو أضر به فالفطر في حقه أفضل، أخذا بالرخصة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في السفر صائما قد ظلل عليه من شدة الحر وتجمع الناس حوله، فقال: ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان هذا الحال، ليس من البر أن تستظل، أن يعني تجلس في الحر متعب والناس يضلوك ويجتمع عليك، وهذا ليس من البر. الثالث: الحيض والنفاس. فالمرأة التي أتاها الحيض أو النفاس تفطر في رمضان وجوبا ويحرم عليها الصوم، ولو صامت لم يصح منها، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصم فذلك من نقصان دينها. ولكن يجب عليها حال الطهر أن إيه؟ أن تقضي الصلاة والصيام، ولا الصيام فقط؟ نعم، تقضي فقط إيه؟ الصيام. الحمل والرضاع. فالمرأة إذا كانت حاملا أو مرضعا وخفت على نفسها أو ولدها بسبب الصوم جاز لها الفطر، لما رواه أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع عن المسافر شطر الصلاة والصوم، وعن الحبل والمرضع الصوماء. وتقضي الحامل والمرضع مكان الأيام التي أفطرتاها، وذلك إن خافتا على نفسيهما، فإن خافت الحامل مع ذلك على جنينها أو المرضع على رضيعها أطعمت مع القضاء عن كل يوم مسكينا. طيب، يبقى الأسباب المبيحة السفر والمرض والحيض والنفاس والخوف من الهلاك كما في الحمل والإيه والمرضع.
تبقى الحامل تقضي وكذلك المرضع تقضي. طيب لو أتى عليها السنة التالية ولم تكن قد قضت ما عليها، ما تفعل؟ تطعم وإيه وتقضي. الأشياء اللي تفسد على الصائم صومه وتفطره الأكل والشرب، أو الأكل أو الشرب عمدا. نعم. طيب من نسي هو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله سقاه. طب يجب على من رآه أن ينهاه ولا يقول خلاص هو ربنا بيطعمه واسقيه نسكت وخلاص وسيبه؟ لا، يجب عليك أن إيه؟ أن تذكره. والصعوط يفسد الصوم، وهو الدواء الذي يصب في الايه الأطرة في الأنف، وبكل ما يصل إلى الجوف ولا من غير الفم مما هو في حكم الأكل والشرب كالإبر المغذية. الجماع يبطل الصوم بالجماع، فمن جمع وصائم بطل صيامه، وعليه التوبة والاستغفار وقضاء اليوم الذي جمع فيه، وعليه مع القضاء كفارة، وأن يمسك أيضا في هذا اليوم لا يأكل، وهي عتق رقبة، فإن لم يجد صيام شهرين متتابعين فلم يستطع أطعم 60 مسكينا. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وسلم إذ جاءه رجل فقال: يا رسول الله هلكت. قال: فما لك؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم. فقال رسول الله: هل تجد رقبة تعتقها؟ قال: لا. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: هل تجد طعام 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: فمكث النبي صلى الله عليه وسلم، فبينما نحن على ذلك أتي النبي صلى الله عليه وسلم بعرق فيه تمر، المكتل القفة نسميها، والعرق المكتل. قال: أين السائل؟ فقال: أنا. قال: خذ هذا فصدق به. فقال الرجل: على أفقر مني يا رسول الله، فوالله ما بين لابتيها يريد الحرتين أهل بيت أفقر من أهل بيتي. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه، ثم قال: أطعمه أهلك. الحرتين اللي هي الشرقية والغربية في المدينة. إنزال المني اختيارا، وهذا محل خلاف الوالد يعني. التقيؤ عمدا، عمدا. الحديث الصحيح: من ذرعه القيء فليس عليه قضاء، ومن استقاء عمدا فليقضى. الحجامة، وهي إخراج الدم من الجلد دون العروق، فمتى احتجم الصائم فقد أفسد صومه، لقوله صلى الله عليه وسلم: أفطر الحاجم والمحجوم. ولكن وكذا يفسد الصوم الحجم أيضا إلا إذا حجم يعني. لكن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه احتجم وهو صائم، وهذا الصحيح. وفي معنى الحجامة إخراج الدم بالفصد اللي هو شق العرق يشرط، وإخراجه من أجل التبرع به. أما خروج الدم بالجرح أو قلع الضرس أو الرعاف الذي يخرج من الأنف فلا يضر، لأنه ليس بحجامة. خروج الخامس: خروج دم الحيض والنفاس، فما رأت المرأة دم الحيض أو النفاس أفطرت ووجب عليها القضاء. السادس: نية الفطر، فمن نوى الفطر قبل وقت الإفطار وهو صائم بطل صومه، وإن لم يأكل شيئا أو يشرب، فإن النية أحد ركني الإيه؟ الصيام. فإذا نقضها قاصدا الفطر ومتعمدا له انتقض صيامه. السابع: الردة والعياذ بالله لمنافاتها للعبادة، لقوله: لئن أشركت ليحبطن عملك. الحجامة لها أمراض معينة ولا كل شيء؟ الحجامة يسأل فيها أهل التخصص والطب يعرفون ذلك. مستحبات الصيام ومكروهاته: يستحب للصائم أن يراعي في صيام الأمور التالية: السحور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة. ويتحقق السحور بكثير الطعام وقليله ولو بجرعة ماء، ووقت السحور من منتصف الليل إلى طلوع الفجر، ولو بتمرة تشرب جرعة ماء بنية السحور فيه بركة. تأخير السحور: لحديث زيد بن ثابت قال: تسحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت: كم كان قدر ما بينهما؟ قال: 50 آية. يعني كم تقريبا؟ ربع ساعة؟ تلت ساعة؟ أقل طبعا. لكن يعني تعجيل الفطر: فيستحب للصائم تعجيل الفطر متى تحقق غروب الشمس،
فعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر. الإفطار على رطبات، فإن لم يجد فتمرات أو تكون وترا، وأن تكون وتر، فإن لم يجد فعلى جرعات من ماء، لحديث أنس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفطر على رطبات قبل أن يصلي، فإن لم تكن رطبات فعلى تمرات، فإن لم تكن حسى حسوات من ماء، فإن لم يجد شيئا نوى الفطر بقلبه ويكفيه ذلك. الدعاء عند الفطر وأثناء الصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الصائم حتى يفطر، والإمام العادل، والمظلوم. الإكثار من الصدقة وتلاوة القرآن وتبتير الصائمين وسائر أعمال البر. نعم، لا سيما الصدقة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس بالخير، وكان أجود ما يكون فين؟ في أي وقت؟ في رمضان. الاجتهاد في صلاة الليل وبالأخص في العشر الأواخر من رمضان. عن عائشة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر شد مئزره وأحيى ليله وأيقظ أهله، ولعموم قوله: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له متقدم ذنبه. الاعتمار عمرة في رمضان تعدل حجة. هذا الحديث يعني بعض الروايات: في حجة معي. قول: إني صائم لمن شتمه، وإن إذا كان يوم صوم إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث الكلام الخارج ولا يصخب يرفع صوته، فإن سابه أحد أو قتله فليقل: إني امرؤ صائم. يكره في حق الصائم بعض الأمور: المبالغة في المضمضة والاستنشاق خشية أن يذهب الماء إلى جوفه، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. القبلة لمن تحرك شهوته، ومن كان وممن لا يأمن على نفسه فيكره له، لكن من كان يملك أمر نفسه فلا شيء عليه. بلع النخامة، النخامة، لأن ذلك يصل إلى الجوف، ذوق الطعام لغير الحاجة. قضاء الصيام: إذا أفطر المسلم يوم من رمضان بغير عذر وجب عليه أن يتوب لله ويستغفره، لأن ذلك جرم عظيم ومنكر كبير، ويجب عليه مع التوبة والاستغفار القضاء بقدر ما أفطر بعد رمضان. ووجوب القضاء هنا على الفور على الصحيح من أقوال أهل العلم، لأنه غير مرخص له في الفطر، والأصل أن يؤديه في وقته. أما إذا أفطر بعذر كالمرأة بحيض أو نفاس أو مرض أو سفر أو غير ذلك من الأعذار المبيحة، فإنه يجب عليه القضاء، غير أنه لا يجب على الفور بل على التراخي متى ما نسبه، ولكن يستحب له التعجيل لأن فيه إسراعا في إبراء الذمة وأحوط. فإن أخره حتى رمضان الثاني وكان له عذر في تأخيره كان استمر عذره، فعليه القضاء بعد رمضان الثاني. أما إن أخره إلى رمضان الثاني بغير عذر فعليه مع القضاء إيه؟ إطعام. ولا يشترط في القضاء التتابع، يعني إنسان أفطر عشرة أيام هل يلزمه أن يصوم العشرة أيام متتابعة أم مفرقة؟ لا، لا يلزمه، متتابعة أو متفرقة لا بأس. الصيام المستحب من حكمة الله عز وجل ورحمته بعباده أن جعل لهم من التطوع ما يماثل الفرائض، كل عبادة تجد لها ما يقابلها من إيه؟ من نافلة، وذلك زيادة في الأجر والثواب للعاملين وجبرا للنقص والخلل الذي قد يطرأ على الفريضة. فقد سبق معنا أن الفرائض يعني تكمل من النوافل يوم القيامة. والأيام التي يستحب صيامها ستة أيام من شوال، لحديث أبي أيوب الأنصاري: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من صام رمضان وأتبع ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. صيام يوم عرفة لغير الحاج، لحديث أبي قتادة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صيام يوم عرفة أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله والسنة التي بعده، أما الحاج فلا يعني يسن له صيام يوم عرفة، لأن النبي أفطر في ذلك اليوم والناس ينظرون إليه، ولأنه أقوى للحج على العبادة والدعاء، فيصوم يوم عرفة لمن؟ لغير الحجيج. صيام يوم عاشوراء، نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أحتسب على الله أن يكفر السنة التي قبله، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: لأن بقيت إلى قبل أصومن التاسع، أي مع العاشر.
ولقوله صلى الله عليه وسلم صوم اليوم قبلها ويوم بعده وخالف اليهود، صوم الاثنين والخميس من كل أسبوع. لحديث عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صيام الاثنين والخميس، ولقوله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. صيام ثلاثة أيام من كل شهر. لأن عبد الله بن عمرو صم من الشهر ثلاثة أيام فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. وعن أبي هريرة قال أوصاني خليل بالثلاث، صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. ويستحب أن يكون الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. لحديث أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم صائما من الشهر فليصم الثلاث البيض. صوم يوم وإفطار يوم، وهو صوم داود، وهذا أفضل أنواع التطوع. صوم شهر الله المحرم، لقوله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. وصيام تسع ذي الحجة، وتبدأ من أول يوم من شهر ذي الحجة وتنتهي باليوم التاسع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه العشر. والصوم من العمل الصالح. ما يكره ويحرم من الصيام: إفراد شهر رجب بالصيام، لأن ذلك من شعائر الجاهلية أن يخصصوا له إيه؟ صوما. ليه؟ روى أحمد بن خرشة بن الحر قال رأيت عمر بن الخطاب يضرب أكف المترجبين الذين يصومون في رجب يفردونه بالصوم حتى يضعوها في الطعام ويقول كلوا، فإنه شهر كانت تعظمه الجاهلية. يكره إفراد يوم الجمعة بالصيام، لقوله صلى الله عليه وسلم لا تصوم يوم الجمعة إلا أن تصوم يوما قبله ويوم بعده، فإن صامه مع غيره فلا بأس. يكره، وفي بعض الأقوال أنه يحرم صيام الجمعة منفرد. يكره إفراد يوم السبت بالصيام، ومسألة يوم السبت نعم. تحريم صيام يوم الشك، وهو يوم الثلاثين من شعبان، إذا كان في السماء ما يمنع رؤية الهلال، فإن كانت السماء صحوا فلا شك. ودليل تحريمه حديث عمار رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم من صام اليوم الذي يشك فيه فقد، حديث عمار أنه قال من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصوم ذلك اليوم. والمعنى لا يتقدم الشهر بأن يصوم من أجل الاحتياط مرتبط بالرؤية. أما من كان له ورد كإنسان يصوم يوم يفطر يوم خلاص هذه عادته فلا بأس. ويحرم صوم يومي العيد، لحديث عمر هذان يومان نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما، يوم فطركم من صيامكم واليوم الآخر تأكون فيه من نسككم. ويكره صيام أيام التشريق، وهي ثلاثة أيام بعد يوم النحر، الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر، لقوله صلى الله عليه وسلم أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى، ولقوله يوم عرفة ويوم النحر ويوم التشريق عيد من أهل الإسلام وهي أيام أكل وشرب. الاعتكاف. الاعتكاف في اللغة لزوم الشيء وحبس النفس عليه، وفي الشرع لزوم المسلم المميز مسجدا لطاعة الله، وهو سنة، لقوله تعالى أن طهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله، وأجمع المسلمون على مشروعيته وأنه سنة لا يجب على المرء إلا أن يوجبه على نفسه. طب كيف يوجبه على نفسه؟ أن يكون قد نذر أن يعتكف كذا إذا حصل كذا. فثبتت سنية الاعتكاف ومشروعيته بالكتاب والسنة والإجماع. شروط الاعتكاف التي لا تصح إلا بها: أن يكون المعتكف مسلما مميزا عاقلا، فلا يصح من الكافر ولا المجنون ولا الصبي غير مميز. أما البلوغ والذكورية فلا يشترطان، يشترط صبي دون لكنه مميز يصح منه، والذكورية ليست شرط فيصح من إيه؟ من الأنثى أن تعتكف. النية، لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. أن يكون الاعتكاف في مسجد، لقوله تعالى وأنتم عاكفون في المساجد، ولفعله صلى الله عليه وسلم حيث كان يعتكف في المسجد.
ولم ينقل عنه أنه اعتكف مثلا في 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 حجرة أو في منزل أو لا أبدا. أن يكون المسجد الذي يعتكف فيه تقام فيه صلاة الجمعة الجماعة. نعم. الطهارة من الحدث الأكبر، فلا يصح اعتكاف الجنوب ولا الحائض ولا النفساء لعدم جواز مكث هؤلاء في المسجد. هل الشرط، هل الصوم شرط؟ ليس شرط أن من اعتكف لابد أن يكون صائما، لأن ابن عمر روى أن عمر قال يا رسول الله إني نظرت بالجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام، فقال أوفي بنذرك. فلو كان الصوم شرطا لما صح اعتكافه في الليل لأنه لا صيام فيه. زمان الاعتكاف ووقته، المكث في المسجد مقدار من الزمن هو ركن الاعتكاف، فلو لم يقع المكث في المسجد لم ينعقد الاعتكاف. وفي أقل مدة الاعتكاف خلاف بين أهل العلم، والصحيح إن شاء الله أن وقت الاعتكاف ليس لأقل حد، فيصح الاعتكاف مقدارا من الزمن وإن قل، إلا أن الأفضل ألا يقل الاعتكاف عن يوم أو ليلة. والأولى والأحوط والأفضل الاعتكاف إما أن يكون يوم أو ليلة، ليلة قبل غروب الشمس وتخرج بعد الإيه؟ بعد الإيه؟ بعد بعد الإيه؟ بعد الفجر. وأفضل الأوقات لاعتكاف العشر الأواخر من رمضان، لحديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. ومن نوى الاعتكاف العشر الأواخر صلى الفجر من صبيحة اليوم 21 في المسجد الذي ينوي الاعتكاف فيه. مستحباته. والاعتكاف عبادة يخلو فيها العبد بخالقه ويقطع العلائق عما سواه، فيستحب للمعتكف أن يتفرغ للعبادة فيكثر من الصلاة والذكر والدعاء وقراءة القرآن والتوبة والاستغفار ونحو ذلك. يباح للمعتكف الخروج من المسجد لما لا بد منه كالأكل والشرب. بعض الناس تكون معتكف في الحرم وأراد أن يأكل يخرج، أراد أن يدخل الخلاء أن يغتسل لا بأس. ويباح له التحدث إلى الناس فيما يفيد والسؤال عن أحوالهم، أما التحدث فيما لا يفيد وفيما لا ضرة فيه فإنه ينافي مقصود الاعتكاف. بعض الناس تأتي الاعتكاف وكأنه أتى إلى نزهة، يكلم الأخ فلان ويروح للأخ فلان، وهذا تضيع الأوقات لا ينبغي. إن كنت أنت يعني تظن على هذا الوقت بنفسك فلا تظن بها على إخوانك. ويباح له أن يزوره بعض أهله وأقاربه وأن يتحدث إليهم بعضا من الوقت، والخروج من معتكفه لتوديعهم، لحديث صفية قالت كان رسول صلى الله عليه وسلم معتكفا فأتيت ليلا فحدثته ثم قمت فانقلبت فقام معي ليقلبني، يعني يردني إلى بيتي. طبعا يأكل ويشرب في المسجد وينام مع المحافظة على إيه؟ على نظافة المسجد وعلى الترتيب الموجودة وعلى الأشياء. مبطلات الاعتكاف، الخروج من المسجد لغير حاجة عمدا وإن قل وقت الخروج، لحديث عائشة رضي الله عنها وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا، الجماع ولو كان ذلك ليلا أو كان الجماع خلال المسجد، يعني راح البيت مثلا لحاجة البيت قريب وراد أن يغتسل وليس في والماء مثلا مش في المسجد، له أن يذهب في البيت لضرورة فراى أهله فوقع عليه بعد التراويح، خلاص يبطل اعتكافه. ويفسد الاعتكاف بالجنون والسكر وكذلك الحيض والنفاس والردة كما تقدم. الحج، نسأل الله أن يرزقنا الحج. الحج في اللغة القصد، وفي الشرع التعبد لله بأداء المناسك في مكان مخصوص في وقت مخصوص على ما جاء في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أحد أركان الإسلام وفروضه العظام. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. ولحديث ابن عمر بني الإسلام على خمس وذكر من الحج. ورد في فضل الحج أحاديث كثيرة منها،
العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. لا يجب الحج في العمر إلا مرة واحدة، لكن يجوز، نعم يجوز، وإذا تحققت شروط الحج وتمكن الإنسان وجب عليه أن يحج على الفور، لقوله صلى الله عليه وسلم: تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له. وما روي عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من استطاع الحج فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا وإن شاء نصرانيا. وهو صحيح موقوف. شروط الحج: الإسلام، فلا يجب على الكافر ولا يصح منه، لأن الإسلام شرط لصحة العبادة، وكذلك العقل، فلا يجب الحج على المجنون ولا يصح منه في حال جنونه، لأن العقل شرط للتكليف، والمجنون ليس من أهل التكليف بحديث إيه؟ رفع القلم. البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي، نعم. الحرية، فلا يجب الحج على من؟ على العبد، لأنه مملوك لا يملك شيء، لكنه لو حج صح حجه إن كان بإذن من؟ سيده. وقد أجمع أهل العلم على أن المملوك إذا حج في حال رقه ثم أعتق فعليه حجة الإيه؟ الإسلام، إذا وجد إلى ذلك سبيلا، ولا يجزئ عنه ما حج في حال رقه، كالصبي أنه يزله الحج، لكن إذا بلغ وجب عليه إيه؟ نعم، الاستطاعة. فغير المستطيع ماليا بأن كان لا يملك زادا يكفيه ويكفي من يعوله، أو كان لا يملك راحلة توصله إلى مكة وترده، أو استطاع بدنية بأن كان شيخا كبيرا أو مريضا ولا يتمكن من الركوب وتحمل مشق السفر، وكان طريق الحج غير آمن كأن يكون به قطاع طرق أو وباء أو غير ذلك مما يخاف الحج معه على نفسه وماله، فإنه لا يجب عليه الحج حتى يستطيع، ولعموم قوله تعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن الاستطاعة في حج المرأة، هذه الإشكالية وجود المحرم الذي يرافقها في سفر الحج، لأنه لا يجوز لها السفر للحج ولا لغيره بدون محرم. طيب، امرأة معها أموال، امرأة معها مال ومعها صحة وتريد الحج لكنها ليست معها محرم، ها؟ نعم. لا، طب إذا حجت بدون محرم، الحج صحيح لكنها آثمة لمخالفة الأمر، الحج إيه؟ لكنها آثمة لمخالفة الأمر. حكم العمرة، تجب العمرة على المستطيع مرة واحدة في العمر، لقوله تعالى: وأتموا الحج والعمرة لله، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة لما سألته على النساء جهاد: هل على النساء جهاد؟ قال: نعم، عليهن جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. وأركان العمرة ثلاثة: الإحرام والطواف والسعي. مواقيت الحج والعمرة: الميقات لغة هو الحد، وشرعا السؤال ده حيجي، عرف الميقات شرعا. هو موضع العبادة أو زمنها، فتنقسم المواقيت إلى زمنية ومكانية. أما الزمنية فالعمرة يجوز أداؤها في جميع أوقات السنة، وأما الحج فله أشهر معلومات لا يصح شيء من عمل الحج إلا فيها، لقوله تعالى: الحج أشهر إيه؟ معلومات. وأما المواقيت المكانية للحج والعمرة فهي الحدود التي لا يجوز للحج والمعتمر أن يتجاوزها إلا بإحرام. يعني من أراد الحج أو العمرة له مكان يحرم فيه إذا مر عليه لا يتجاوزه. نعم، في حديث ابن عباس قال: وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني حدد لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشيم الجحفة اللي هي رابغ، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. يعني إيه؟ دي المواقيت. إنسان من أهل مصر حيروح المدينة الأول،
هيمر على أبيار علي يحرم من هناك. يعني لا يشترط أن يكون من أهل المكان، لكن أن يكون يمر عليه. فمن تعدى هذه المواقيت بدون إحرام وجب عليه الرجوع إليها إن أمكن، وإن لم يتمكن من الرجوع فعليه فدية، وهي شاة يذبحها في مكة ويوزعها على مساكين الحرم. أركان الحج 4: الإحرام، وهو نية الحج وقصد، وهي نية الحج وقصده، لأن الحج عبادة محضة فلا يصح بغير نية بإجماع المسلمين، والأصل في ذلك حديث إنما الأعمال بالنيات، والنية محلها القلب، لكن الأفضل في الحج أن نطق بها. هذا غير صحيح، لأني لما يقول لبيك اللهم حج ليس هذا الجهر بالنية، هذه ليس نية، ولكن هذا من المناسك التلبية، كأن يقول الإنسان في الصلاة الله أكبر، هل هذه ينوي بها؟ ولكن النية محلها الإيه؟ ولا يتلفظ بها في أي عبادة من العبادات حتى الحج. الوقوف بعرفة، وهو ركن بالإجماع، ودليله قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفة، ووقت الوقوف من بعد الزوال يوم عرفة إلى طلوع فجر يوم النحر. يقف من بعد الزوال إلى طلوع فجر يوم النحر. طواف الزيارة، ويسمى طواف الإفاضة لأنه يكون بعد الإفاضة من عرفة، ويسمى طواف الفرد، وهو ركن بالإجماع. ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذرهم وليطوفوا بالبيت الإيه؟ العتيق. نعم. فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين، ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. السعي بين الصفا والمروة، وهو ركن، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت ما أتم الله حج امرئ ولا عمرته لم يطب بين الصفا والمروة، وقوله صلى الله عليه وسلم اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. وهذه الأركان لا يتم الحج إلا بها، فمن ترك ركنا منها لم يتم حجه حتى يأتي به. طيب هذه الأركان ما هي الواجبات؟ الإحرام من الميقات المعتبر شرعا، الوقوف بعرفة إلى الليل لمن أتاها نهارا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف إلى الغروب كما سيأتي في صفة حجه. طيب من الواجبات المبيت بمزدلفة ليلة النحر إلى منتصف الليل، أقل شيء إلى منتصف الليل. طيب إلى منتصف الليل لمن كان معه عنده عمل أو معه كبير مسن أو كذا، وإلا الصحيح أنه يكون إلى الإيه؟ الفجر. المبيت بمنى أيام التشريق، رمي الجمرات، الحلقة أو التقصير، طواف الوداع لغير الحائض والنفساء، هذه هي الواجبات. وما سوى ذلك فهي سنن، الاغتسال للإحرام والتطيب ولبس ثوبين أبيضين سنة، تقليم الأظافر وأخذ شعر العانة والإبط وقص الشارب وما يلزم أخذه سنة، طواف القدوم للمفرد والقارن. الحج ثلاثة أنواع: مفرد كأن ينوي الحج فقط، يأتي فقط بنية الإيه؟ الحج. وقارن يقلن العمرة في الحج بإحرام واحد، والتمتع بأن ينوي التمتع بأن يعتمر ويتحلل، ثم إذا كان يوم التروية أحرمه ولبى وحج. الإفراد ليس عليه هدي، أما القارن والمتمتع فعليه إيه؟ هدي، ويأتي معنا إن شاء الله. الرمل في الثلاثة أشواط الأول من طواف القدوم، الاطباع في طواف القدوم، وهو أن يجعل وسط الرداء تحت عاتقه الأيمن، يعني يظهر العاتق الأيمن. المبيت بمنى ليلة عرفة اللي هو يوم الايه؟ التروية. التلبية من حين الإحرام إلى رمي جمرة العقبة. الجمع بين المغرب والعشاء بمزدلفة تقديما. الوقوف بمزدلفة عند المشعر الحرام من الفجر إلى قبيل الشروق.
وإلا مزدلفة كلها موقف في المحظورات والفدية والهدي وفيه مسائل. محظورات الإحرام: ما يمتنع على المحرم فعله شرعا، 9 أشياء: لبس المخيط، المخيط اللي هو إيه؟ هل اللي فيه خيط؟ لا، المفصل على البدن، على قدر البدن أو العضو، كالسراويل والثياب. وإلا الإحرام نفسه ما هو عبارة عن خيوط، والنعل ما فيه خيوط. وهذا المحظور خاص بالرجال. أما المرأة فتلبس ما شاءت من الثياب إلا النقاب، إلا النقاب والقفازين. طيب وبعدين؟ تكشف وجهها؟ لا، تسدل على وجهها شيء وتطيل الخمار حتى يغطي إيه؟ الكفين، لكن لا تلبس ولا تنتقب، لكن تغطي وجهها بإيه؟ بإسدال، بإسدال يكون من على الرأس. استعمال الطيب في البدن أو الثياب. نعم. إزالة الشعر والظفر للذكر والأنثى. يجوز له أن يغسل رأسه برفق، وإن كسر ظفره يقيس له، يجوز له أن يأخذه يكمل عليه لا بأس، ويحك شعره. تغطية رأس الرجل بملاصق لها لا يجوز، ولكن يجوز له أن يستظل بالخيمة وبالشمسية لا بأس في ذلك. والمرأة ممنوعة من تغطية وجهها بما عمل على قدره، كالنقاب والبرقع. النقاب اللي هو بين العين أو البرقع أو كذا لا يجوز. ويجب عليها تغطية وجهها بالخمار عند وجود الرجال الأجانب. وممنوعة من لبس القفازين، وتلبس ما شاءت من الثياب مما يناسبها. فمن تطيب أو غطى رأسه أو لبس مخيطا جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا شيء عليه، إذا كان إيه؟ جاهل أو ناسي أو مكره. عقد النكاح له ولغيره محظور. الوطء في الفرج، وهو مفسد للحج قبل التحلل الأول ولو بعد الوقوف بعرفة، يفسد الحج. يتم المناسك وعليه أن يحج من العام القادم. المباشرة في مدن الفرج ولا تفسد النسك، وكذا القبلة واللمس والنظر بشهوة. قتل صيد البر واصطياده، لكن يجوز له أن يقتل الفواسق التي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتلها في الحل والحرم، وهي الغراب والفأر والعقرب والحدأ والحية والكلب العقور. ولا يجوز له أن يصيد صيد البر، ولا أن يعين أحد أن يصيد صيد البر بأن يناوله سهم أو يناوله كذا أو يحلق على البعير أو لا بالإشارة ولا بغيره. ولا يجوز أكل ما صيد من أجله. ولا يجوز للمحرم ولا غيره قطع شجر الحرم أو نباته الرطب غير المؤذي، لكن لو وجد شوك أخضر يؤذي الناس له أن يقطعه. الفدية للمحظورات: بالنسبة لحلق الشعر وتقليم الأظافر ولبس المخيط والطيب وتغطية الرأس والإمناء بالنظرة والمباشرة بغير إنزال، الفدية على التخيير بين أصناف 3: صيام 3 أيام أو إطعام 6 مساكين أو ذبح شاة. مخير بأن يفعل واحدة من هذه الثلاثة. من أتى شيئا من حلق الشعر أو تقليم الأظفار أو لبس المخيط أو التطيب أو تغطية الرأس أو الإمناء والمباشرة بغير إنزال المني. نعم، لقوله صلى الله عليه وسلم لكعب بن عجرة حين آذاه هوام رأسه: احلق رأسك وصم 3 أيام أو أطعم 6 مساكين أو انسك شاه. وقيست عليه بقية الأفعال لأنها محرمة بالإحرام ولا تفسد الحج. وأما بالنسبة لقتل الصيد فيخير قاتل الصيد بين ذبح المثل من النعم أو تقويم المثل بمحل التلف، ويشتري بقيمته طعاما يجزئ في الفطرة، فيطعم كل مسكين مد بر أو نصف ساع من غيره كتمر أو شعير، أو يصوم عن إطعام كل مسكين يوم، لقول تعالى: ومن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم هديا بالغ الكعبة أو كفارة طعام مساكين أو عدل ذلك صياما. وأما بالنسبة للوطء في الحج قبل التحلل أو وإنزال المني مباشرة أو الاستمناء أو تقبيل أو لمس بشهوة أو تكرار نظر، فإنه يفسد الحج حتى وإن كان المجامع ساهيا
أو جاهل أو مكره، ويجب في ذلك بدنه وقضاء الحج والتوبة. وأما بعد التحلل الأول فإنه لا يفسد الحج ويجب في ذلك شاه. لو فعل ذلك قبل أن يتحلل التحلل الأكبر اللي هو الأول يجب عليه بدنه ويفسد حجه ويحج العام القابل. ولو كان بعد التحلل الأول فإنه إيه؟ يذبح شاه. وأما بالنسبة لعقد النكاح فلا يجب في ذلك فدية، وإنما يكون العقد إيه؟ فاسد. وأما بالنسبة لقطع الشجر الحرام ونباته الذي لم يزرعه الآدمي، النبات اللي هو إيه؟ خرج بأمر الله عز وجل دون زراعة إيه؟ دون سبب من أحد. الشجرة الصغيرة في عرفة بشاه وما فوقها ببقرة، ويضمن النبات والورق بقيمته لأنه متقون. هذا إذا كان مرتكب المحظور متعمدا، لكن إنسان جاهل أو ناسي أو ساهي ومسك غصن شجرة أو مسك كذا وقطعه، عليه شيء؟ ليس عليه شيء. الهدي ما يهدى إلى البيت الحرام من بهيمة الأنعام من الإبل والبقر والغنم تقربا لله تعالى. أنواع هدي التمتع والقران، وهو واجب على من لم يكن حاضر المسجد الحرام، وهو دم نسك لا جبران لقوله تعالى فمن تمتع بالعمرة للحج فما استيسر من الهدي. هذا الدم خاص بالنسك ليس دم جبران. يعني إيه؟ يعني ما فعلش محظور ويريق الدم ليجبر نسكه، لا لا، ده هذا نسك، دم نسك واجب من أجل أنه إيه؟ قارن أو متمتع. فإن عدم الهدي أو ثمنه، يعني ما فيش هدي أو معوش الثمن، صام 3 أيام في الحج ويجوز صيامها في أيام التشريق، و7 إذا رجع إلى أهله لقوله تعالى فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم. ويستحب للحاج أن يأكل من هدي التمتع والقران لقوله تعالى فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. طيب هدي الجبران الذي يجبر به إيه؟ ما نقص من ايه؟ من نسكه، وهو الفدية الواجبة لترك واجب او ارتكاب محظور من المحظورات الاحرام او بسبب الاحصار عند وجود سببه. فان احصرتم فما استيسر من الهدي، اي اتاه مانع يمنعه من النسك. ولقول ابن عباس من نسي من نسكه شيئا او تركه فليرق دما. وهذا النوع لا يجوز الاكل منه بل يتصدق به على فقراء الايه؟ الحرم. يبقى لا يستحب أكله إيه؟ هدي التمتع والقران، لكن هدي الجبران لا يأكل منه. طيب هدي التطوع وهو مستحب لكل حاج ولكل معتمر اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقد أهدى 100 بدنة في حجة الوداع ويستحب الأكل منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر من كل جزور ببضعة فطبخت وأكل منها وشرب من مرقها. والبضعة يعني القطعة من اللحم. ويجوز لغير المحرم أن يبعث هدايا إلى مكة لتذبح بها تقربا لله تعالى، ولا يحرم عليه شيء مما يحرم على الإيه؟ على المحرم. هدي النذر وهو ما ينذر الحاج تقربا لله عند بيت الحرام، ويجب الوفاء به لقوله ثم ليقضوا جفثهم وليوفوا نذورهم، ولا يجوز الأكل من هذا الهدي لأنه إيه؟ هدي إيه؟ نذر. طب ما التمتع واجب لكن يجوز له ان يكون منه مستحب. وقت ذبح الهدي، هدي التمتع والقران يبدا وقته من بعد صلاه يوم العيد، يوم العيد هو يوم الايه؟ النحر، الى اخر ايام التشريق. نعم. اما ذبح فديه الاذى واللبس فحين فعله، يعني اذا ترك واجب يفعل. واما دم الاحصار فعند وجود سبب، وهو شاء أو سبع بدنة أو سبع بقرة. السنة أن يذبح بمنى، وإن ذبحه في أي جزء من أجزاء الحرم جاز. وكذلك فدية ترك الواجب وفعل المحظور فلا تذبح إلا في الحرم عدا هدي الإحصار فيذبحه في موضعه. إنسان منع من الدخول أو حصل شيء يذبح في مكانه، أما الصوم فيجزئه في أي مكان. ويستحب أن يذبح بنفسه وإن أناب غيره فلا بأس. ويستحب أن يقول عند الذبح بسم الله اللهم هذا منك ولك. شروط الهدي،
أن يكون من بهيمة الأنعام الإبل والبقر والغنم، ما ينفعش الدجاج، الديك الرومي، النعام، الغزال، لا. أن يكون خاليا من العيوب التي تمنع الإزاء كالمرض والعور والعرج والهزال. أن تتوافر فيه السن المشروعة، ده سؤال. فالإبل 5 سنوات، والبقرة 2 سنين، والمعز 1 سنة، والضأن 6 أشهر. يبقى 5 سنوات للإبل، و2 سنين للبقر، و1 سنة للإيه؟ للمعز، و6 أشهر للإيه؟ للضأن.